نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تحية طيبة لكم. كثيرة هي الحوادث المرورية في محافظة نينوى، تارة بسبب التخسفات والتكسرات وعدم متانة الطرق، وتارة بسبب الشوارع المعبدة حديثا، ويذهب ضحيتها المئات، مما أصبحت حوادث الطرق هنا ظاهرة شبه يومية، فلا يكاد يمر يوما من دون سقوط ضحايا، بينما الحكومة المحلية في مدينة الموصل لم تلقي بالا لحوادث الدم. فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرة حقيقة هي الحوادث المرورية التي تحصل على مستوى العراق بصورة عامة وعلى مستوى محافظة نينوى بصورة خاصة، وبالتحديد في بعض مناطق الأقضية والنواحي، بسبب رداءة الطرق تارة وبسبب جودة الطرق تارة، كلامين أو جملتين متناقضتين. من رداءة الطرق حيث يحصل كثير من الحوادث بسبب وجود حفر في هذه الشوارع، خاصة في الليل عندما تكون الرؤية معدومة لدى السائق، وكذلك إذا كانت الشوارع جيدة وطبلت جيد بسبب السرعة الفائقة التي يقوم السواق المركبات بقيادتها. لذلك نحن اليوم نطالب الحكومة المحلية في محافظة نينوى وكذلك مديرية مرور نينوى وكذلك مفارز المرور في الأقضية والنواحي إلى متابعة هذه المسألة وفرض غرامات على المركبات التي تقود أصحابها بسرعة فائقة في هذه المناطق. البارحة تفاجأنا حقيقة، هي فاجعة كبيرة لعائلة مسيحية في ناحية القوش، حيث قضى 8 أفراد من هذه العائلة بسبب الاجتياز الخاطئ والسرعة الفائقة، خاصة للمركبات الكبيرة والشاحنات، خاصة الشاحنات التي تنقل المنتجات النفطية وغير ذلك من هذه الأمور. وأيضا هناك مسألة أخرى حقيقة، أن السيارات الحديثة هي تفتقر إلى المتانة المطلوبة. نرى أن كثير نادرا ما نسمع أن هناك حادث دون وفيات. لذلك نصيحتي إلى كافة السائقين أن يكونوا على قدر المسؤولية، لأن هناك من ينتظره من عائلته، وكذلك لا يكون سببا في فاجعة عوائل أخرى في الشارع عندما يخرج إلى العمل وغير ذلك من هذه الأمور. وكذلك يجب أن يكون هناك رادع حقيقي لكل من يقود مركبته بسرعة فائقة ويسبب إلى حوادث، خاصة حوادث القتل. لذلك أنا مع وأدعو المؤسسات العشائرية والدينية التي غالبا ما تدخل في هذه القضايا أن لا يأخذهم رأفة ولا شفقة بحق أي سائق عندما يكون بسبب السرعة الفائقة والتهور والتجاوز الخاطئ وغير ذلك من هذه الأمور، أن لا يأخذوا برأفة ولا شفقة وأن يفرضوا عليه غرامات رادعة كي يكون عبرة لغيره. شارع الموت الرابط بين نينوى وأربيل، هناك ضحايا يوميا، أرواح تزهق يوميا، ما السبب؟ هذا الشارع حقيقة لها قصة، سميت بشارع الموت الآن لدى المجتمع في هذه المناطق بسبب كثرة الحوادث التي تحصل في هذه المنطقة، تارة بسبب السرعة الزائدة كما قلت، وتارة أن هذه المناطق أصبحت هي تجمعات سكانية وكذلك محلات تجارية، ولا سيما هو الرابط بين أربيل والموصل. لذلك هناك الكثير من الناس في هذه المنطقة، والشارع يفتقر إلى مطبات اصطناعية وكذلك إلى مناطق عبور
إلى مجسرات عبور للمشاة في هذه المناطق لانتقال الناس من الأيمن الشارع إلى أيسر الشارع، وكذلك عدم وجود مفارز للمرور في هذه المنطقة نهائيا لمتابعة الناس سواء السائقين أو الشاحنات أو السيارات التي تقود بسرعة فائقة، على أقل تقدير تنبيه وفرض غرامات على هذه السيارات. لذلك ندعو مديرية مرورنا إلى تفعيل مفارزها في هذه المنطقة للحيلولة دون وقوع الحوادث، وكذلك مديرية بلدية الموصل لعمل مطبات اصطناعية أسوة بمحافظة أربيل، ليس مطبات اصطناعية وقتية، تم وضع مطبات اصطناعية في هذا الشارع من قبل منظمات دولية محلية وكذلك من قبل بلدية الموصل لكن لم تجد نفعا. لذلك نتأمل أن تكون هذه المطبات مثل المطبات الموجودة في محافظات أقليم كردستان سواء كان دهوك أو في كان أربيل. نعم، الحوادث المرورية غالبا ما تحدث بين السيارات المركبات الكبيرة ذات الحمولات الزائدة، بالإضافة إلى هناك بعض السواق هم من الأحداث، يعني ليس لديهم حتى إجازات سوق، من يتحمل المسؤولية؟ العائلة الأسرة بالدرجة الأساس هي التي تتحمل المسؤولية عندما توكل مهمة قيادة شاحنة لطفل حدث، وكذلك هناك تقصير كبير من المتابعة من مفارز مرور نينوى لمتابعة هذه الحالات تشخيصها، وكذلك حجز هذه المركبات وفرض غرامات كبيرة حسب قوانين المرور كي ترجع هذه الأطفال وهذه الأسر من استخدام أطفالها وفي قيادة هكذا شاحنات. وهذا أيضا يدخل حقيقة في موضوع عمالة الأطفال، أيضا هناك قوانين تحد من هذه المسألة ولكن ضعف القانون وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفلتان في الشارع وبالنتيجة هناك حوادث كبيرة. ونقطة مهمة أخرى أن هناك كثير من الشاحنات تحمل أحمال زائدة فوق الاعتيادي مما يسبب في تكسر الشوارع، وهذا أيضا عبء اقتصادي آخر على هذه المناطق. لذلك أرجع وأقول على الحكومة وعلى الجهات المنفذة للقانون أن تأخذ دورها وتعمل بالمبادئ الأخلاقية والأدبية علاوة على الوظيفية في محاسبة هؤلاء وإنقاذ أرواح الكثير من الأبرياء الذين يذهبون ضحية تارة ضحية التهور أو تارة ضحية أن هناك حدث يقوم بسياقة شاحنة كبيرة وغير ذلك من هذه الأمور. هل لديكم إحصائية حول الحوادث المرورية في خاصة في نحن في بداية في نهاية الشهر سنة 2022؟ في آخر التقارير على صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كان هناك تقارير ذكرت بأن عدد الذين يقضون في العراق فاق ما قضوا على أيدي داعش، وفي مناطقنا لدينا أرقام مخيفة ومهولة حقيقة، أنه في كل سنة لا يقل عن 100 شخص أو أكثر أو أقل قليلاً يقضون في هذه المناطق بسبب هذه الحوادث المرورية. لذلك في الوقت الذي نتمنى الشفاء العاجل لجميع الذين يتسبب لهم هذه الحوادث بأذى، والرحمة والغفران للذين يموتون في هذه الشوارع. لذلك نقول للحكومة المحلية ودائرة مرور نينوى ومديرية بلدية نينوى عليكم أن تأخذوا على عاتقكم بالمسؤولية الوظيفية والأخلاقية والأدبية والعمل على إيجاد حلول لهذه المعضلة الكبيرة والمشكلة الكبيرة. نعم، حاليا نحن في كما ذكرت في الشارع نلاحظ بأن هناك السيارات ذات حمولة كبيرة، هل شوارعنا لديها القابلية والقدرة على هذه الأحمال الزائدة والسرعة الجنونية من قبل سواق السيارات الكبيرة؟ بسبب الفساد الإداري والمالي هناك في مدخل كل محافظة، مدخل محافظتنا في الاتجاهات الأربعة هناك تم وضع موازين لضبط هذه الحمولات، لكن بسبب الفساد المالي والإداري لم تكتمل هذا المشروع وهو مشروع حيوي، لأن السائق الشاحنة عندما يقوم بوضع حمولة زائدة يؤدي بالنتيجة إلى تكسير الشوارع والتأثير على غيره من هذه الأمور، وبالنتيجة تحمل عبء اقتصادي من موازنات هذه المناطق يدفعه الإنسان المواطن البسيط. لذلك على الحكومة العمل وبالسرعة الممكنة على إنجاز هذه الموازين الموجودة في مداخل المحافظة كي يكون هناك ضبط للحمولات التي تأتي إلى داخل المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى التي يمنع من عن باتا أن تدخل حمولات زائدة على شوارعها.
محافظ نينوى ومدير الطرق والجسور أمروا بأنه لا يكون دخول الشاحنات إلا بحمولة أقل من 20 طن، هل طبق القرار أم؟ ليس للمحافظ ولا مدير بلدية نينوى قياس كي يعرف أن مدى حمولة هذه السيارة وغيره، لذلك تفعيل هذا المشروع وإكمالة مشروع الموازين هي التي تحدد هذه الحمولات، وليس الشخص السيد المحافظ ولا شخص السيد مدير البلدية. لذلك نحن اليوم نحتاج إلى ميزان إلكتروني يحدد حمولة هذه السيارة والسماح له بدخول الشارع أم من عدمه. نعم، هل شوارعنا يعني تستوعب هذه الحمولات وهذه السيارات، وخاصة هناك تكسرات وتخسفات وهناك إهمال في بعض الطرق وخاصة في المداخل الرئيسية للموصل؟ قطعا لا يتحمل هذه الشوارع بسبب أن عدم وجود رقابة حقيقية على تبليط الشوارع والمعادلة الرياضية للمزيج، مزيج القير مع الزفت مع غير ذلك من هذه الأمور المواد الكيميائية، عدم وجود رقابة حقيقية ووجود فساد كبير حقيقة في هذا الملف، نرى أن كثير من هذه الشوارع سنة والسنة الثانية تتكسر وبالنتيجة تعود الحكومة أو البلدية بإعادة هذه الشوارع، وبالنتيجة هذه كلها إضافية حقيقة يمكن أن يستثمر في مجالات أخرى، لكن بسبب كما قلت عدم جودة هذه المشاريع وعدم وجود رقابة حقيقية وعدم وجود محاسبة حقيقية للشركات والمقاولات التي متلكية والتي تثبت عليها ملفات فساد، كل هذه الأمور يؤدي إلى أن هذه الشوارع بالنتيجة لا تتحمل وتتعرض إلى الكسور بين الحين والآخر. هذه الحوادث تحدث بين في الطرق الخارجية وحتى في المداخل المدن، من تتحمل المسؤولية؟ هل الحكومة أم المرور أم أي جهات؟ السائق يتحمل المسؤولية جزء والحكومة تتحمل جزء الآخر، ومفارز المرور تتحمل الجزء الأكبر، مديرية مرور نينوى. إذا لم يكن هناك إمكانيات فعلى مديرية مرور نينوى أن تبرر ذمتها وتخرج وتقول ليس لدينا إمكانيات في عمل مطبات ووضع علامات مرورية وغير ذلك من هذه الأمور. وإذا كانت بلدية الموصل أو موازنات تنمية الأقاليم لا تكفي لسد حاجات هذه المناطق عليها أن تكشف هذه الأوراق للرأي العام حتى لا تحمل، لكن اليوم الحكومة هي الراعية، الحكومة هي المسؤولة عن كل ما يحدث هي ومؤسساتها، لذلك نحن نتأمل من حكومة السيد نجم الجبوري في محافظ نينوى الذي نشهد حقيقة عمران كبير خاصة في داخل مركز محافظة نينوى أن تمتد هذه العمران وهذا التطور إلى الأقضية والنواحي ولا سيما القصبات والأرياف، وكذلك الأخذ بنظر الاعتبار أن يعني يكون هناك معايير حقيقية تطبق في تنفيذ المشاريع من ناحية الجودة وكذلك المعايير الأخرى من ناحية المرور والتخطيط ووضع علامات ووضع محددات للسرعة في هذه الشوارع، وكذلك أرجع وأقول تفعيل دور مفارز المرور في هذه المناطق. الحوادث المرورية هنا تحديدا بهذه المنطقة من مرطلة للسيطرة، حوادث يعني حوادث بنوبة كثيرة ومتكررة بسبب السرعة أولا والازدحامات، شارع الخدمي تعرفون ماكو هنا، فكلها هاي المنطقة كلها عليها، الاتجاه على أربيل كله عليها، وتحديدا السرعة سبب السرعة، يعني ماكو مطبات شايلينه، يعني هاي المنطقة محتاجة إلى مطبة حتى يكون أنه قبل ما يصل يخفف السرعة، بينما إذا ماكو مطبة يزيد السرعة، وبالتالي الحوادث مستمرة بهذه المنطقة. أغلبية السواق مو سواق، يعني إحنا ما نعرف إذا الحادث يصير منو يقول أنا ما سايق، منو يقول إذا يصير يقول وكله يزته برأس المقابل وهو سوتشو همنا، يعني أحد ما يقول منو يقول له بني حامض،
احد ما يقول انا سايق رقم واحد وهو كله سوق وكله من عنده. يعني السواق خاصه الاطفال اللي يسوقون وبيها بيها يعني سواق يعني شباب صغار قد يكون اجازه ما عنده وقد يكون سيارات كثرت يعني كل عائله ثلاث اربع سيارات عنده يطلع لا عشوائيين ويجوز بلا اجازه زاد الله يعلم انت ما تعرف هذا الشارع يعني الاف السيارات تطلب منو عنده اجازه منو ما عنده اجازه فيصير الحادث ابو المختص يجي وابو المستشفى ياخذونه احد ما يسال على هذا اصلا يقول السياقه فن ذوق اخلاق نعم والله العظيم والله العظيم اكو احنا ما يعني الشغله ما يعني اكو بهم اكو بها يعني يحمل هالصفات هذا واكو لا والله ولا يعرف هذه الصفات اصلا هذا الشارع كل شيء موجود بها والازدحامات هنا ونسبة الحوادث بهاي المنطقة 90% تقع بهاي المنطقة تحديدا شنو السبب هاي يعني دائما يعني هذا يسموه شارع الموت اولا السرعة الفائقة يعني وثانيا الازدحامات يعني كثرة السيارات ومطبات ماكو هنا حتى مثلا يقلل السرعة قبل ما يعبر هذا يشوفوا مطب ماكو يزيد السرعة بعد يعني امور اكو يعني تساعد على الحوادث بهاي المنطقة كثير وين دور المرور والحكومه بالموضوع والله المرور استاذ المرور اصلا ما يجون هنا الا بوقت الحوادث اذا ما يصير الحادث عقب ايش يجون هنا على التخطيط طبعا هذا يصير راح يصير شكوى يصير كل شيء تمام ولا لا يجي الشكوى يجي تخطيط ولا هذا وغير ايام مرور ما عنده شغله هنا ابرز الحوادث اللي صار هنا اي نعم الحوادث كثيره والله يعني احنا حتى نسيناها يعني نوعية السيارة وتاريخ الحادث بعد ما نعرف يعني كل فترة قاعد يصير هنا صار هنا الحوادث هنا هم هنا عبر الجزر الوسطية ضرب اللاخ السائد المقابل السيارة أخذت من إيده ضرب اللاخ ضرب هنا هنا الشجر هاي من النخل شم حادث صار ضرب النخل وقطع الشجرة هم هنا طبعا طبعا الحادث كل شيء تتوقع به الحادث من يصير حتى أبسط الحوادث يصير بها بريا يصير بها يعني ضحايا مناشدتنا. نعم والله مناشدتنا يعني مناشدة مالتنا أولا يعني الوعي عند الناس قلل السرعة تقليل السرعة وإذا بها مجال مثلا فرد يخلون فرد أساليب أو مثلا مطبات هنا لتقليل السرعة ويعني أمور احتياطية في سبيل يعني يقللون من هالظاهرة هذه اولا نطلب من مرور نينوى بانه يخلونا مطبات بهذا الشارع مع المعارض اول شيء لانه هو معارض ازدحامات فما بي ولا مطبات فيوميا حوادث يعني قبل يومين ثلاثه راح شباب يعني يم سيطره جوجلي توفوا بها وقبل يومين ثلاثه حوادث يم مستشفى العتبه فيوميا حوادث نشوف بهذا الشارع مال طريق اربيل فنطلب انه بس يسوون لنا مطبات يعني تعرف شوارع مزدحم حيل وخاصة بداخل الموصل يعني تفوت على داخل الموصل يعني زخم بكثرة يعني عدد السيارات كثيرة فنطلب من مرور نينوى بأنه أن يسقطون يعني الموديلات القديمة فيعني فبس يجيبون سيارات ويعني كثرة صار يعني زخم هسه يعني قبل شوية أنا جيت من يم الجامعة يعني تقريبا حوالي ساعة ساعة ونص يلا بس عبرت من السكر للجامعة يعني زخم يعني بكثرة صاير بالموصل اختراقات المرور يعني موجع لازم يخلون مثلا هسه مثلا مال تجاوزات السرعه مثل اقليم كردستان يخلون كاميرات مال تجاوز السرعه موجود لازم يخلون فالتزامات ماكو يعني فد مره التزامات ماكو يعني المرور هسه تروح تقف بالاشارات بالاسمو المرور قاعد بالكهربان ما له دخل بالمواطن الكهرباء مطفي والاشارات يعني المواطن بكيفه يروح ويجي يعني بدون اي شيء يعني ماكو فنريد التزامات مرور يعني مناشداتنا يعني بانه اولا يعني اول شيء نطلبه بانه يخلونا مطبات خاصه بهذا الشارع يعني هذا الشارع يعني ما شاء الله يوميه حوادث يعني يوميه حادثين ثلاثه صاير بهذا الشارع الشوارع يصلح بان السائق يسوق 180 180 ابد ما يصلح يعني يجوز 100 يصلح لو ما يصلح لان يعني الشوارع كلهم مكسر ايضا ربما هناك اسباب اخرى عدم
يتحمله السائق، او يعني احنا لابد ان لا نلقي اللوم على الحكومه. هناك سواق مثلا اغلبيتهم او ربما نصفهم متهورين بالسرعه، وخاصه الشباب اللي ما عندهم حتى اجازه سواق. هو لازم اول شيء يطبقون هذا مال اجازه السوق، يعني يسوون مفارز مروريه يحاسبون اللي ما عنده اجازه سوق. يعني هسه اكثر الناس تلقاه عمره 14 15 سنه وصاعد له سياره حديثه، وتعرف السياره الحديثه يمشي يغريك، فهذول كله شباب يعني، فيمشون بسرعه وما عندهم اجايز، بانه يطبقون هذا الشيء بانه يحاسبون على اجازه السوق. حتى السيارات الحديثه ما عندهم شروط المتانه، تشوف بانه بابسط حادث تتفلش السياره. اي شيء اكيد هذا، لان يغريك بالسياق يعني، لان تمشي 100 120 انت ما على بالك ومشغل تبريد ومو سايق هو، لان اول شيء ما عنده التزامات مروري، ما عنده هذا الشيء، ما عنده اجازه، فيمشي بسرعه وبلا وعاته هو. انتم مع قرار المرور العامه بتطبيق شروط المتانه على السيارات من خلال الهزه او هذه طبعا شيء اكيد يعني لازم يخلون هذا الشروط المتانه يخلون ويسوون لنا هزه، يعني هزه خلي يسوون بالموصله، يعني مرور نينوى خلي يسوي مال الفحص وهزه بالموصله على مود سلامه السائق. يعني اكثر السيارات تصعد بيهم مثلا، احنا نشتغل بالمعارض السيارات كله حديثه، يعني ما باقي بهن لا تخم لا تواير لا شغلات ما باقي من عندها. حقيقة يعني للأسف يعني رغم الأحداث اللي شاهدوه أهالي هاي المناطق قبل فترة داعش وأثناء فترة داعش وبعد فترة داعش، اليوم من فقدان لأبنائهم وأموالهم ومنازلهم وغير ذلك، اليوم أهالي المنطقة عايشين في تخوف شديد على أبنائهم من لحظة خروجهم من منازلهم إلى لحظة الرجوع. يفتقدون أبنائهم يوما بعد يوم بسبب الواقع الحقيقي الصعب الذي نراه يوميا في هذا الشارع. يعني هاي شارعنا بالذات يعني أبسط شيء، يعني للأسف الشديد نرى بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع لا يمر إلا ونستقبل خبر وفاة أحد من أبنائنا، يعني أبناء هاي المناطق كان أو غير مناطق، باعتبار هذا الشارع شارع للمنطقة. الحكومة المحلية كانت أو مرور نينوى لا أعتقد أنهم غافلون عما يحدث. يعني أنا كإنسان بسيط أطلع الصبح أجي بالليل وأعرف إيش جاي يصير، فكيف أنه أصحاب الأمر لا يدرون بهذا؟ يعني كأنه الدم يعني عادي صار شيء، يعني ولا كأنهم. يعني قبل أسبوع افتقدنا الأخ لقمان الخياط الوحيد لأهله في شارع جوجلي، بعد ذلك يعني استلمت خبر من كم شخص قال انه هذا الشارع صار شارع الموت. يعني حقيقه اقدر اقول انه فعلا شارع الموت. يعني شنو المشكله اللي يمنع اصحاب الامر والمختصين بالامر ان يضعون طصات يعني او علامات مروريه او فرد اشاره يوضح للسائق انه هاي المنطقه منطقه سكنيه، منطقه تجاريه مزدحمه، مو مثل قبل. الاخ اللي كان يجي قبل سنه سنتين من هاي المناطق يدري انه منطقه مثلا ما مسكونه، اليوم يجي نفس الانطلاق اللي كان يجي به قبل سنوات، فما يدري اذا ما نخلي له فرد اشاره او تنبيه شلون يدري. يعني هل هذا الشيء يرضي؟ يعني يرضي انه يوميا نحن خسرانين شخص بسبب هذا الشارع؟ والله بنت جامعيه 18 سنه دمها طشر بالشارع على هذا الطريق هسه، زين بعدها ما صار اي شيء، ولا كانه وراها شايب خطيه صاحب مركبه لبيع الاقمشه النسائيه كذلك بمكانه، ما سمعنا وراء اي شيء وغيره وغيره وغيره، ولا زال هذا الشيء مستمر للاسف الشديد. شنو الموضوع يعني؟ يعني اذا ماكو حل حتى نحن نخلي حل بيدنا للشارع نسوي اي طصه؟ من حقنا هذا الشيء، فيرجى التدخل السريع الفوري لمعالجه هذا الموضوع باسرع وقت، ناهيك عن باقي الخدمات اللي ينقص المنطقه، بس هذا الامر ده نفتقد به ابنائنا يوميا. على الدوام وهناك مدارس بين يعني من الشارع المقابل، يعني شلون راح الاطفال بعمر مثلا 15 سنوات 7 سنوات شلون راح يكون؟ والله يا اخي العزيز انا بالنسبه لي مال طفل يعبر الشارع وحده اشوف الشغله مستحيله، لان الطفل لو الشارع يبعدنا السياره بعد 10 امتار يعبر، انت تعرف زين
فكيف ان احنا يوميا او يومين او اسبوع ده نفتقد الى شخص شاب رجال واعي وده يندعم يموت، فكيف بالطفل؟ فانا افضل انه يضرب الاطفال والتلاميذ عن الدوام لحين اكتمال الاجراءات اللازمه لهذا الشارع. فما ممكن انه يعبر اني ابني ادزه يعبر هذا الشارع، انا من الناس والله ما ادزه. ف يا ريت يعني وضع حل سريع قبل بدء الدوام الرسمي. نعم، حاليا احنا يعني واقفين على الشارع يعني بشكل مباشر نلاحظ بان هناك يعني سرعه جنونيه من قبل المركبات، لو كان هناك مطبات، لو كان هناك مثلا مفارز مروريه لما تحدث ربما تقلل مثلا من الحوادث. شيء طبيعي، شيء طبيعي، صاحب المركبه قد يسير بالسرعه اللي هو يشوفه صحيح يعني اللي هو يعجبه، يعني ماكو فد شيء يمنعه فرض رادع، لا كاميرا مراقبه تراقبه، لا علامه تحذيريه، لا طصه. فما نقدر نلوم السائق حقيقة، نلوم صاحب الأمر اللي هو كان حكومة محلية أو دائرة المرور، اللوم عليهم يقع مو على السائق. السائق حقيقة ما يعرف، ما يعرف إنها مدرسة، ما يعرف يعبر طفل، ما يعرف شيء، ولا يعرف إنه هذه المنطقة سكنية، خصوصا إذا كان سائق من أربيل أو غير محافظات، فيجي بسرعة كارثية. أنت شوف لاحظ السيارات الكبيرة بحارات أو السيارات الضخمة، إذا هذا دا يجي بسرعة 100 والله ذاك المرة 100 وما لحق بيه 100 يعبر البحارة، فهذا أي حركة معينة قد ينهي حياة أشخاص يعني إذا طخل السيارة أو كذا شيء. طبعا اغلب اسباب الحوادث اللي عتحصل هي القيادة المتهورة من قبل سواق شباب لا يعون ما يفعلون صراحة، يعني لما اقول لا يعون بمعنى الكلمة، لا يهمهم ارواح الناس، لا يهمهم الممتلكات العامة ولا الممتلكات الخاصة. الحوادث عتصير بسبب السيارات الحديثة والمال الزايد والمال الحرام، هذا أهم نقطة مهمة. النقطة الثانية، الحوادث تصير بسببها الموبايل في السيارات، كثير من السواق ما يهتمون بأمور السلامة والأمان، حزام أمان ما يلبس، موبايل يتكلم به بأي دقيقة يعجبه، لما يدق عليه الموبايل بالسيارة يجاوب مباشرة، ما يهمه شي يصير شي ما يصير. ثلاثة، إجازات السوق كلش مهمة، كثير من السواق الآن الشباب لا يمتلكون إجازات سوق، هاي وحدة. الثاني في سهل نينوى فليعلم الجميع من المسؤولين والمحافظ والإدارة المحلية عامة كلهم، خلي يدرون فد شغلة مهمة، أنه مناطق سهل نينوى من جوجلي، من سيطرة جوجلي إلى منطقة شاقولي، هاي المنطقة أصبحت آهلة بالسكان، يعني مو منطقة نقول خط سريع، منطقة سكنية. افهموا اخواني، ارجوكم اخواني المسؤولين افهموا في شغلة مهمة، هاي المنطقة اصبحت منطقة سكنية بحتة. والله العظيم استاذي العزيز، انا هسه اجيت من برطلة اريد اروح لمجمع طيبة، تدري انا طلعت لي مجمع غدير، ما اقدر استدير من وراء سرعة السيارات الزايدة، المطبات كلش مهمة، احنا صرنا منطقة سكنية، يعني انا شلون استدير؟ اريد اروح البيتي، شلون اروح البيتي؟ يعني معقولة ما أقدر أروح لبيتي؟ زين تقبل أنا يوميا يعني والله من أطلع من البيت أنا أقرأ الفاتحة على روحي، يعني كارثة. سيارات البحارات مشكلة، سيارات التريلات مشكلة، أبو البحارة يريد يسوي 5 دروب ما يريد يسوي درب واحد، هذا من حقه رزقه خلي يسوي، بس ما على حساب حياة المواطن. السرعة مفرطة، السرعة ماكو هيك سرعة. أنا أمشي ورا بحارة البحارة يجي يفوتني، أنا سيارة صغيرة والبحارة يجي يفوتني كأنه أنا واقف، يعني يجي يفوتني لمح. أبو التريلا، إحنا ما نحكي على فئة معينة، الكل
الكل متسببين بهاي الحوادث، وارواح ناس حتزهق يوميا يوميا في سهل نينوى لا يقل عن 4 إلى 5 حوادث يوميا. خلي المرور يشوفون المرور، اذا يطلع للشارع ما يكفي المرور اللي قبل يطلع للشارع بصراحه. اذا ما اكو طسات وتكون الشغله جذريه يعني هذا ارواح الناس يعني مشكله، يعني ارواح الناس مو لعبه. ذكرت حصول على اجازه سوق، اكو قسم يطلعون اجازه سوق فلوس؟ اكيد اكيد يحصل على اجازه سوق فلوس، هو اصلا لا يقرا ولا يكتب، اصلا لا يقرا ولا يكتب، لانه لا يقرا ولا يكتب ما يصير يكون سائق سياره. لازم يعرف الاشارات المروريه، العلامات الداله، اصول هسه مثلا سائق يجي سائق ابو تريلا، يعني انت سائق سياره تريلا تلزم سايد اليسار، سايد اليسار مو سايد ابو التريلا، سايد اليمين سايد ابو التريلا، يمسك سايد اليمين ويمشي، يمسك سايد اليسار وتريلا الثانيه بصفه بسايد اليمين وسدوا شارع كامل ولا يهمهم، ممكن يتحاكون بيناتهم بين السيارات يتحاكون. فهاي مشكله يعني كبيره، مشكله كبيره. احنا الناشد كل المسؤولين في سهل نينوى والإدارة المحلية ما يقصرون إن شاء الله، الإدارة المحلية في سهل نينوى من 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 الأغذية والنواحي إنه يهتمون بهذا الموضوع، وخاصة شارع الموت. هذا الآن يسمى شارع الموت، شارع من سيطرة جوجلي إلى قرية شاقولي صار اسمه شارع الموت. الناس تطلع مجرد ما يطلع يستدير يموت انتهي. عندنا طلاب سبدت الموت بدأ الموسم الدراسي، الطلاب يعبرون هسه حاليا من مجمع طيبه يعبرون الى خزنه، مدارسهم خزنه. يوم اللي يعبرون عوائلهم يجون وياهم. يعبرون الاباء يمسكون اولاد ابنائهم دي يعبروهم الشارع. هذاك اليوم امراه واعتقد كلكم عرفتوا خطيه راحت ضحيه وتوفت الى رحمه الله بسبب هذا الحادث اللي صار. تعبر اولادها تعبر للمدرسه. لا قطعا ما حل، قطعا ما حل. جسور عبور مشات ما يحل مشكلة، ما يحل مشكلة جسور عبور المشات. اللي يحل المشكلة هو وضع مطبات، مو مطبات صناعية، مطبات من اسفلت، ووضع إشارات مرورية وعلامات فسفورية قبل المطبة حتى السائق هم يجي، قسم ناس يجون من خارج المنطقة ما يعرفون أكو مطب حتى هم لا يتأذون. فهذا كلش ضروري إنه يسوون مطبات، ومطبات حقيقية، مطبات خلي يكون من صبة. هاي المطبات اللي يسموها المربعة اللي تجي من جهتين، يعني تطلع سيارة فوق المطبة وتنزل، حتى هاي المطبة العادية هم بعد ما تفيد. وأما المطبة الصناعية من يخلوها أنا شفت قريب على مجمع غدير كان أكو مطب صناعي، أجا صاحب التريلا وقف فوق المطب وداس صلاب شال المطب كامل. يعني هو متعمد، أول مطب يضربه ما مشكلة، يضرب المطب الصناعي يشيله المرة الثانية يجي بعد ماكو مطب. فهي مشكلة يعني حقيقة، يعني احنا نطالب وخاصة السيد المحافظ انه يتدخل بهاي الشغلة. ارواح الناس مو لعبة بين ايدينا حد، هاي ارواح ناس يومي احنا فاقديننا عزيز، يعني الله ما يقبلها. السلام عليكم ورحمة الله. نحن هنا بالقرب من شارع الموت الذي يربط مدينة الموصل ومدينة أربيل. فيومية أكو حوادث عنيفة. قبل يومين ثلاثة صارت حادث حيل قوي بالقرب من مفرق الحمدانية أدى إلى وفاة شخصان. فنطالب بإنشاء مطبات نظامية سمنتية لكثرة الحوادث. والناشد مسؤولي سهل نينوى بالذات والسيد المحافظ وقي مقام مدينة الموصل ومدير ناحية مدينة الموصل ومدير بلدية الموصل ومدير مديرية بلديات نينوى بإنشاء مطبات سمنتية نظامية على هذا الطريق الحيوي الدولي الذي يربط مدينتين كبيرتين هما مدينة الموصل ومدينة أربيل. وهناك بالطريق الطريق الذي يسموه طريق الموت بين مدينة الموصل ومدينة أربيل مجمعات هائلة سكانية، كثافة سكانية عالية جدا. بين الطريقين هناك جامعتين، جامعة النور وجامعة الحمدانية، خاصة ونحن الآن مقبلين على بداية السنة الدراسية الجديدة. فنطالب من السيد المحافظ بإنشاء مطبات نظامية على هذا الطريق الحيوي. نعم، هل المطبات حل؟
والله هي المطبات حل جزئي. نطالب بإنشاء كاميرات مراقبة، كاميرات غرامة، يعني كاميرات غرامة أسوة بكاميرات إقليم كردستان، وكذلك نشر مفارز مرورية خاصة ونحن الآن مقبلين على بداية السنة الدراسية. فكما قلت الطريق الدولي بين الموصل وأربيل هناك مجمعات سكانية كثافة سكانية، في هذا الطريق الحيوي هناك جامعتين، جامعة النور وجامعة الحمدانية، بالإضافة إلى المدارس على الشارع العام التي تربط المدينة بأربيل. يعني من الحوادث المرورية بالموصل يعني قد كثر، وخاصة في الآونة الأخيرة هناك بين يوم وأخرى يذهب ضحيتها بحدود 10 إلى 15 شخص في اليوم الواحد. من السبب يتحمل المسؤولية؟ والله السبب هناك أشخاص، ولا نقول الكل، هناك أشخاص ينطون السيارات بيد صغار السن قاصرين أقل 18 سنة، لا إجازة لا سياقة لا ذوق ولا فن، هي سياقة ذوق فن وأخلاق. فصارت كثرة الحوادث بسبب هاي السيارات الحديثة وبسبب الأشخاص الذين يعطون السيارات لأولادهم وهم في سن القصر. وضع علامات مروريه، وضع يعني موفرين الوسائل اللازمه للحد من الحوادث المروريه؟ لم نرى شيئا من مرور نينوى، خاصه على هذا الطريق الحيوي، لم نرى يوما مفرزه كمثلا او دوريات للمرور. تلاحظ في هذا الطريق الحيوي هناك اشخاص يطلعون طلعات غير نظاميه، يعني يسموها الرونج سايد. فنطالب مديريه مرور نينوى بوضع علامات وكذلك ونشر مفارز ودوريات على هذا الطريق الحيوي الذي الدولي الذي يربط مدينة الموصل بمدينة أربيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة هذا الشارع صار يعني مشكلة وعائق أمام المواطنين. الشارع يعني قبل كان به مطبات، الآن حاليا ما به مطبات، الشارع بلطوا بعد التبليط من إكساسة على الشارع، السيارات قامت تسوق بسرعة فائقة، يعني يمشي أقل شيء يمشي 150 و160، وماكو يعني أعتقد يعني إذا ما كل يوم بس بين يوم ويوم وحادث، وذهبت كثير ضحايا من وراء عدم وجود المطبات. فنرجو من الجهات المعنية إنشاء مطبات على هذا الشارع المربط بين أربيل وموصل، وأكثر الحوادث عايشير بهذا الشارع. الشارع مزدحم، شارع تقريبا دولي يعني يربط بين محافظة ومحافظة. وثاني شيء حتى لو ماكو يعني إذا ما مطبات، ولو أنا مو ويا المطبات، يعني مطبات الاصطناعية يعني فاشلة، مطبات الاصطناعية أكو مطبات سوى مطبات صبة مثل محافظة أربيل هسه موجود بها مطبات مضبوطة صبة منشوب بها حديد. هاي وحدة المطبات هاي الاصطناعية البلاستيك أبد يعني أعتقد يومين ثلاثة وكلها تتفلش تنتهي. وحل ثاني آخر أكو كاميرات مراقبة، بس إحنا جميع الدول بيها كاميرات مراقبة، الوحيد بالعراق ماكو كاميرات مراقبة. لو وجود كاميرات المراقبة على طريق الرابط، مو بس هذا الطريق، كثير طرق أكو الحوادث اللي تكثر بيه من وراء عدم وجود كاميرات مراقبة السواق، مراقبة السرعة. نظام السرعة موجود بجميع دول العالم، بس فقط عندنا يمنا ما موجود هذا النظام. لو يخلون 4-5 كاميرات على هذا الطريق أعتقد ما بعد يصير حوادث نهائيا بهذا الطريق. وأما إذا ماكو كاميرات، حل الثاني حل البسيط هو حل المطبات، وإما تذهب هاي يومية ضحايا قبل كم يوم 1-2، قبل كم يوم 4-5، هاي يومية 2-3 ميتين من وراء هذه الحوادث والسرعة الشديدة وعدم الانتباه. ومنطقة مزدحمة، منطقة بيها معارض، منطقة بيها محلات تجارية، عبور الشارع النفرات أيضا يعبرون السورة مشات ماكو، يعني الشارع مزدحم بشكل شارع طريق دولي يعني تقريبا. هسه تلاحظ الشارع ماكو 24 ساعة مزدحم ليلا ونهارا، وماكو لا مطبات ولا كاميرات مراقبة. يعني أما حل من الاثنين، أما كاميرات مراقبة وأما مطبات، واحدة من الاثنين. والله
بالنسبة للحوادث حوادث يومية، يعني حوادث يومية بين يوم ويوم حادث، كل أسبوع حادثين ثلاثة، يعني حادث يعني عنيف يعني مميت. هذا الشارع جانا مو جانا خير، جانا شر. هذا الشارع لا بمطبات لا بمرور وسرعة فائقة، يعني حيل، يعني إلى درجة سرعة فائقة. كاميرات ماكو، المطبات الصناعية يشدون يوم يومين يشيل، ما يعني ما نستفاد، ما استفادنا من الشارع غير الموت. العالم يريد شارع حتى يرتاح، العالم يدور شارع حتى يرتاح رفاهية وياخذ راحته. ونحن الشارع جاء اخذ اطفالنا واخذ عوائلنا واخذ سياراتنا واخذ كل شيء، يعني ما مستفادين من الشارع، بس الاذيه حلوى ما مسوينه. تخطيط ماكو، مرور ماكو، بلديه ماكو، اي جهه رسميه على الشارع ماكو، خاصه من موصل لاربيل. هذا سايدين، يعني صار سايدين الموت، ما مستفادين منه نهائيا، يعني نهائيا ما مستفادين منه غير السرعه. انا اقول لك السيارة يمشي 140-150 استعراض، والحمل يعني المكور يطلع عنده تقريبا 60 طن، 65 طن المكور، والمقرر المقرر 40 دوليا، 40 يعني دوليا 40، بس موجود بالمنطقة هنا 60 و65 و70. والله إلى متى؟ لما يسوون حل الحكومة المركزية، حكومة بالموصل، سيل نينوى، يعني والله ضحايا الله يرحمهم، يعني حيروحون ضحايا الله يرحمهم، ما عندنا لا حول ولا قوة. المسؤولين يقولون هاي قضاء وقدر. ماكو قضاء وقدر، هذا مسؤولية المسؤولين، مسؤولية المسؤولين. ليش بأربيل ماكو هيك شيء؟ ليش هسه تروح على اي مكان جميع دول العالم اكو مطبات واكو كاميرات واكو رقابه واكو مرور، كل شيء اكو هنا بالمنطقه، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. يعني مو بس يعني هذا الشارع، بغير شارع عم يصير. داخل موصل السياره تمشي 100-120، ماكو عليه كاميرات، ماكو رقابه، ماكو. بس تروح تحول السياره يطلع عليك هذاك الضرائب، يطلع عليك هذاك الرسوم، يطلع عليك هذاك القضايا اللي يخليك بعد حتى السياره ما تحوله.